الحاجة التالتة، هو كان عنده حلم الإمبراطورية العثمانية والخلافة الدينية. اصطدم بمين في الخلافة الدينية؟ اصطدم برحامي الحرمين مكة والمدينة، والأزهر، وبعدين شيخ الأزهر. أنت شفت لما الإمارات جت عملت الحوار الديني، من الذي مثل الإسلام في على مستوى العالم قدام البابا؟ شيخ الأزهر. شيخ الأزهر. صحيح. لأن أنت عندك الأزهر قيمة كبيرة جدا. فالنهاردة تركيا مش قادرة حتى دينيا، خلاص كان زمان بقى ايام السلطان العثماني حاولوا يعملوا جامعه زي الازهر، يعملوا جامعه والكلام ده كله، انما ما زال الازهر هو الذي يسيطر. وله تشوف المشايخ يعني مصر عقبه امام تحقيق امال وطموحات العثمانيين، فهتلاقي كل الهجوم التركي علينا في الفتره اللي جايه.